بسم الله. دلوقتي لو انا عملت سيلكت على عناصر كتيره ودخلت على الفلتر بتاع الريفيت، هو مجرد بس بيديني بيقول لي انت عايز اني كاتيجوري، تمام، بس ما بيديش ان انا اعمل فلتر بطريقه اقوى. ففي ادنس بتعمل الموضوع دوت اسمها جي اس اي او ديتيل فلتر، تمام، بقول له انا عايز دي كاتيجوري، لا ده انا عايز عن طريق الفاميلي، فقول له مثلا عايز الفاميلي دي والفاميلي دي والفاميلي دي. ممكن مثلا في فاميلي معينه عايز اعمل لها ريبليس مثلا، او فاميلي تايب هكون مثلا هعلم على فاميلي 3 4 انواع من الفاميلي وابدلهم بتايب تاني، او في بارتات مثلا لو انا عندي بارتات اعمل لها سيلكت اعمل لها ديليت زي ما انا عايز. فدي من الادوات اللي بتدي قوه لموضوع الفلتره في برنامج الريفت.